هذا السؤال لا يمكن الإجابة عنه إجابة حقيقية وصريحة إلا بفهم هذه الجيوش وطبيعة دورها. فنحن إذا فهمنا أن هذه الجيوش، يعني الناس يختلفون في إجابة هذا السؤال طبقا لفهمهم، الذين يرون أن الجيش يحمي البلاد سيقولون بالتأكيد أن بقاء الجيوش ضرورة، والذين يقتنعون أن هذه الجيوش إنما هي تحمي الأجنبي وتحمي العلمانية وهي أشبه بكلب الحراسة الذي ينهش أصحابه، فساعتها سينطلقون من أن زوال هذه الجيوش أفضل، وأن الذين يحافظون على هذه الجيوش إنما هم الأجانب أصحاب المصلحة. يعني ما الذي يجعل أمريكا مثلا تنفق من أموالها على الجيش المصري إن كان الجيش المصري يمثل خطرا؟ هذا شيء لا يستقيم في ميزان العقول. فلذلك أنت تجد بلادنا إذا فرغت من الجيوش كان حالها أفضل في مقاتلة العدو. يعني غزة، قطاع غزة، وقطاع غزة قطاع صغير وضيق ومحاصر وكثافته السكانية عالية، والفارق التقني بينه وبين عدوه الإسرائيلي فارق مهول، ومع ذلك إسرائيل التي استطاعت أن تهزم الجيوش العربية في 48، واستطاعت أن تجتاح سيناء والجولان والضفة الشرقية وأن تنتصر على 3 جيوش في أيام، لم تستطع أن تجتاح قطاع غزة في 4 حروب استمر آخرها أكثر من 50 يوما، مع هذا الفارق في التسليح وفي الدعم السياسي وفي الإمكانيات. ولن تجد، يعني انظر إلى كم أنفقت الأمة على كتائب القسام مثلا مما أنفقت على الجيوش. الجيوش امتصت موارد الدولة جميعا، ومع ذلك كان حين يجيء الاحتلال تنسحب أمامه الجيوش، والجيوش العربية في الحقيقة لم تصمد أمام حتى مقاتلين. يعني الجيش المصري في اليمن أيام عبد الناصر لم يستطع أن يحقق نجاحا، الجيش اللبناني يعمل في حماية إسرائيل منذ قديم. يعني لو تذكرنا أي جيش لن نجد لجيش منهم حربا حقيقية ضد عدو. حتى حرب أكتوبر، بالمناسبة حتى حرب أكتوبر، قادة حرب أكتوبر في مذكراتهم يتحدثون عنها باعتبارها هزيمة وليست نصرا، وأحسن ما يقال فيها أنها كانت نصف نصر في الأيام العسكرية الأولى تحولت إلى هزيمة كاملة. يعني هو انتهت الحرب على ماذا؟ على الجيش المصري محاصر، وإسرائيل هي من تملك زمام الأمر وهي من تدخل إليهم الطعام والشراب. فالحقيقة أنه حتى يعني هذه الجيوش ليس لها نصر على عدو، بل التاريخ المتكرر منها أن العدو حين يجتاح هذه البلاد فإنه تستسلم له، أو يعني لا تقاتله إلا مناوشات صغيرة وينتهي الأمر. يعني الأمريكان وجدوا من المقاومة العراقية الشعبية أفضل أو أعتى وأعنف مما وجدوه من الجيش العراقي. الإسرائيليون وجدوا من مقاومة الفلسطينية ومن قبلها المقاومات التي انطلقت من بيروت ومن لبنان أفضل مما وجدوا من الجيوش العربية مجتمعة. فبقاء الجيوش العربية هو في الحقيقة بقاء الاحتلال في بلادنا.